قلت له انت غادي تمشي تدرب الوداد ومن بعد غادي تمشي للمنتخب، وقلت له راك غادي تمشي بعيد، غادي تكون احسن مدرب في المغرب. والله ساسا كيضحكني ما كيعمل ديك كيطلع له هذه كنموت عليه بالضحك. اه راس لافوكا، وراس لافوكا راه لافوكا راه عزيزه راه غاليه. الناس كاملة كيبغيو لافوكا، اللي ما قدرش يشريها. ونهار اللي فسنا معاهم قال لهم ما يحكم فيا حتى واحد، انا غادي نعمل ديك الشيء اللي كنعرف انا. كان هذا يعملوا لها بحال برجيكا، الى ديك الملاعب يعطوا اللي عندهم يقدروا يلحقوا الفينال. وخلق فرنسا الطفوله ديالو في القرايه ديالو ما عنده حتى مشكل، يعني عمره دوبلا عمره عاود، وكان غادي في القرايه ديالو مليح وكيعش ويلعب الكره. انا ما كنتش كنتبعو نقول له ما تلعبش الكره ولا دي. مي كنت كنبغيه يقرا فهمتي، مي كنشوفو كيلعب الكره وما عنده حتى مشكل في القرايه كنت كنخليه يقيل يطبخ في الكره مع الدراري حتى الغدا ساعه ساعه يجي يتغدى. الماكله ديالو هي الكره، ملي شات قعود هود فرنسا، هود فرنسا. انا ما عندي مخبر، هو مشى يقرا المدرب قرا 5 سنين جاب الدبلوم ديالو عيط لي، انا كنت في فرنسا هو في فرنسا عيط لي قلت له انت غادي تمشي تدرب الوداد ومن بعد غادي تمشي للمنتخب، وقلت له راك غادي تمشي بعيد غادي تكون احسن مدرب في المغرب. جا حتى كنشوفو كيدرب الوداد، الوداد ردها شي حاجه ما بقاش ديك اللعب ديالنا ديال المغاربه، ما شفت الوداد كتلعب ولا ديك الشيء بحال ديال اوروبا. كنشوف انا ديك تفرج فيهم كنشوف ديك اللعب بحال ديال اوروبا، والمغاربه كامل يفرحوا بغاو ديك اللعب هذاك. يعني الوداد طلعت، ما الوداد مشى المنتخب دابا هو في المنتخب، يعني ما عنده حتى مشكل. اللي كيجي كي كيما كان كيعمل هنايا ملي كان في الفتح الرباطي، ملي كان كيلعب مدرب في الفتح اللي كان كيجي عنده كيدقوا. اي مغربي واي عربي كيبغي ولادو يكونوا في واحد المرتبه مزيانه، كيبغي يكونوا احسن منه، يبغوا ولادو يلحقوا يكونوا احسن منك. ولكن انت ثقتي فيه يعني كتبغي يمشي بعيد؟ لا انا تايق فيه انايا من الصغر ديالو، الطبيعه ديالو هو اش ماش نقول لك، عنده هذا عنده العقليه وقلبه كبير. ودابا الملاعبيه ديالو ماشي غادي يسبهم ولا يقول له انت ولا بحال اللي دابا كنت كنشوف شي مدربين هنايا كيدوروا في الملاعبي، والملاعبي الا دورتي فيه غادي يدخل يلعب ما غيعطيك والو. كنت كنجيب وانت شتي قداش؟ شتي بصغيره؟ كل عام كل عام كنجيبهم، كيقعدوا هنا شهرين شهر ونص كنطلعهم، كل عام كنجيبهم كل عام. وهنا كان كنت كنجيبو هنا كيقيل يجري مور الكرة، كيلعب دايما لاصق في الكرة هنا مع الدراري الفنيدق. ودابا هو كيبغي يطلع بلادو، عيط لي هادي واحد هادي واحد شهر ونص، أنا كنت في فرنسا عاد جيت، قال لي واش تمشي لقطر؟ قلت له لا أنا ما نمشيش لقطر، راني عيان شوية ما خصنيش يديك فهمتي، أنا راني مريض. يتحمل يعني لا راني مريض ما نقدرش، خصني نكون دابا إذا في الدار ما نخرج ما ندخل فهمتي. انا دابا انا في عمري 82 عام ما تقدرش يعني ديك ستريس ديك الخوات وداك الشيء. لا هو توقع لي شي حاجه تما ولا راني بعيد بارتيزو هذا اللي فات. انا بعدها قلت انا كنت مشيت لبلاصه نتسخر وجا واحد كنت كنهضر معاه قبل بارتيزو سولني على بلجيكا قلت له غنغلبوها. دابا هو تلصقني قال لي صاحبي قلت له نغلبوها غلبناها. قلت له اه قلت له واش كتعرف زعما هما شي حاجه هما ولا؟ قلت له هو غير لاعب الكره. غيقول لي غيخلعونا ولا؟ على خاطر دابا وليد كيعرف اللاعب الاوروبيين. ساعه ساعه كيضحكني كنضحك عليه ساعه ساعه.
والله ساسا كيضحكني من كي 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 كيعمل ديك كيطلع له هذه باش كنموت عليه بالضحك. كيفكرني في لي نيرفيوس ديالي انا ملي كنت صغير. اذا كيفكرك بالضحك يعني ما نعاودش جانو بعض. كنقول له دابا كنقول نهضر مع فاطمه كنقول لها شوج دغيا نطلعوا فيه. ايه راس لابوكا وراس لابوكا راه لابوكا راه عزيزه راه غاليه. الناس كامله كيبغيو لابوكا اللي ما قدرش يشريها. لا وما كاينه الخدمه كيسمع حتى شي واحد. ونهار اللي سنا معاهم قال لهم يحكم فيا حتى واحد يقولوا لي لعب هذا ولا هذا خليوه ولا هذا. انا غادي نعمل ديك الشيء اللي كنعرف انا شنو معاه. شنو غيعملوا مع كندا؟ كندا غادي يعملوا لها بحال برجيكا كيف كيف. كندا ماشي شي حاجه خصهم هاد الدراري يتقاتلوا لخاطر اللي غايجين تما كامل غيتقاتل. كنديين جايين باش يتقاتلوا والمغاربه حتى هما خصهم يتقاتلوا. الى ديك الملاعب يعطوا اللي عندهم طلب ربي انا يعاونهم يقدروا يلحقوا الفينال. بالحق انا كنعرف ولدي انا كنعرفو واخا ما نشوفوش انا كنعرفو غادي 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 بعيد. والد انا كنتمنى له يزيد مقدم ما لحق تما الا بالرضا ديالي انا. كاينه ها كاينه كنت انا معكس عليه وهذه ما يلحقش. الله يرضى عليه الله يفرجو الرضا الله يعاونو. انا كنوصي كنقول له يعني يعلي المغاربه يطلعهم ويطلع في ديك الملاعبيه. شكون اعز ملاعبيه عندك؟ كاملين ملاعبيه كاملين كاملين الله يعطيهم الصحه. لا كيدخلون كيدخلوا عند الماتش مع الكور كيعرقوهم. شفت البرجيكيين عمرهم ما عرفوا ديك النهار اللي يلعبوا مع المغاربه. عمرهم ما شافوه حتى ديك النهار. احنا عندنا المغاربه دابا كيلعبوا الكره. ماشي اللعبه كيلعبوا الكره. اي دوله اللي تقابل المغاربه يعرقوها يخافوش منها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.